مرحبا بك في بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا في جامعة البحرين. للحصول على أفضل أداء، افتح الموقع عبر جوجل كروم. ملحوظة هامة: إن كنت قد سجلت سابقا في البوابة القديمة ذات الواجهة الخضراء، فلن تتمكن من الدخول هنا إلا بعد اختيار نسيت كلمة السر واستلام كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. في الصفحة الرئيسية ستجد مربعاً بعنوان التقديم للدراسات العليا. قم بالنقر عليه، ثم اختر فترة القبول المفتوحة حالياً. سيقوم النظام بعرض شروط الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. قم بالاطلاع عليها بعناية، ثم اضغط وافق. قم بإدخال رقمك الشخصي في المربع الظاهر، ثم اضغط قدم. دون بياناتك الأساسية، ثم قم بتحديد الدرجة التي ترغب في دراستها: الدبلوم العالي، الماجستير، أو الدكتوراه. بعد ذلك قم بالضغط على التالي. قم باختيار الكلية مثل كلية الهندسة، ثم قم بانتقاء برنامج واحد من القائمة واضغط التالي للمتابعة. قم بإدخال معلومات برنامج البكالوريوس الخاص بك. قم بإدخال اسم الشهادة والجامعة. قم بإدخال نظام المعدل. قم بإدخال تاريخ التخرج ولغة الدراسة. ثم قم بالضغط على التالي. إذا كانت لديك مؤهلات إضافية، قم بإضافتها قبل الانتقال. أدخل بريدك الإلكتروني واضغط أرسل رمز التحقق، ثم قم بلصق الرمز الوارد. كرر هذه الخطوة مع رقم هاتفك. قم بإنشاء كلمة مرور قوية تحتوي حروفاً كبيرة وصغيرة وأرقاماً ورمزاً خاصاً، وستكون هذه الكلمة مفتاحك لتحديث الطلب لاحقاً. تتطلب الدراسات العليا شهادة IELTS أو TOEFL. إن كنت تملك إحدى هاتين الشهادتين، قم بالضغط على زر إضافة وحدد نوع الاختبار والدرجة وتاريخ الإصدار. إن لم تكن لديك شهادة، قم باختيار No English Certificate، وسيتم إدراج امتحان بديل برسوم قدرها 50 ديناراً. ثم قم باختيار
حفظ التغييرات، ثم قم بالضغط على التالي. قم بتحميل الوثائق الإلزامية مثل صورة الشخصية بصيغة JPEG أو PNG والشهادات بصيغة PDF أو صورة واضحة منها، ثم اضغط تأكيد. ومن أجل إكمال الطلب سيطلب منك النظام سداد الرسوم، وستكون الرسوم 10 دنانير بحرينية تدفع عبر بنفيت باي أو البطاقات البنكية، وستكون لديك 10 دقائق لإتمام هذه العملية. بعد الدفع ستصلك رسالة بريدية تتضمن رقمك الجامعي الجديد أو تفعيل بياناتك السابقة إن وجدت. قم بالاحتفاظ بهذه الرسالة فهي دليل تسجيلك الناجح. نتمنى لك التوفيق ونسعد بانضمامك إلى مجتمع الباحثين قريباً.